استاذ اشرف عبد الباقي، بنبارك لفرقتك على فيلم اوشن 14. انت النهارده جاي تبارك لهم على الفيلم. كنا عايزين نعرف النقله من المسرح للسينما. انت كنت متوقع ان هي تجي لهم بالسرعه دي؟ انا ما بتوقعش، انا بتمنى ان هم ياخدوا خطوه بدايه كان في المسرح، فخدوا الخطوه. تاني موسم بقت الخطوه افضل، تالت موسم الخطوه افضل. كان وضع طبيعي ان بقى في اكتر من مخرج ومنتج يشوفوهم في الاعمال المسرحيه ويبتدوا يرشحوهم من السنه اللي فاتت، حتى في اكتر من عمل تلفزيوني وسينمائي. ان اول مره دي هم بيتحملوا مسؤوليه فيلم لوحدهم، ده في حد ذاته بتبقى جراه من المنتج، وفي نفس الوقت بتمنى لهم التوفيق. باين ان نقدر نقول ان راجل وست ستات وصل لايه؟ وصل للجزء التاسع والعاشر. بيتعرض حاليا الجزء التاسع، مش عارف بقى العاشر ده هيتذاع امتى ان شاء الله. هيتذاع في رمضان ولا لسه؟ عارف والله. تمام. هتشارك معاهم في اعمال سينمائيه جديده مع الفرقه؟ لو فرض في عمل ليه لا يعني. حتى لو كان في شرف ما بيفرقش مع الكلام ده. بنبارك لك على الفيلم وبنبارك لك على الفيلم.